السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانت بخير. طبعا ان شاء الله عامنا كله خير بالمطر اللي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا فيه، وينزل للمياه الجوفية لعلها تحلى نشرب مياه كالسابق من الحنفية. وبعد، اليوم ان شاء الله الفصل الخامس عندنا في الجغرافيا الاقتصادية، وهو بعنوان المحاصيل الزراعية. طبعا بنقدرش احنا ناخد كل المحاصيل الزراعية، نقدرش لانه كثيرة وبدها بحد ذاتها كتاب، لكن احنا يعني ارتئينا انه ندرس دراسة نموذجية عن بعض المحاصيل الزراعية اللي دراسة الجزء يفهمنا ايش؟ الكل. دراسة الجزء يفهمنا الكل، وارتئينا ان ناخد اهم المحاصيل الزراعية اللي الانسان بيستخدمها. اول هذه المحاصيل اللي هي القمح والارز، بحيث ان هما اهم سلعتين غذائيتين للانسان. المحاصيل الثانية المنبهات، الشاي والبن، وهما اهم سلعتين الانسان بيستخدمهم في نطاق العالم. الثالثة اللي هي السكر، ومأخوذ من قصب السكر والمد وبس. اولا القمح. طبعا القمح من اهم السلع الاستراتيجية الغذائية في العالم. 30% من المساحة المزروعة في الحبوب في العالم تزرع قمحا. ليش؟ لأن الإنسان أصلا بيعتمد على القمح كغذاء أساسي في الحياة. قديما كان الإنسان يعتمد على الذرة كغذاء أو الشعير كغذاء. يعني في الدول النامية قديما كان يعتمد على الذرة، يطحن الذرة ويعملوه كخبز. لكن مشكلة خبز الذرة انه اذا نشف، يعني لا يسالك الا ساخنا، اذا نشف بيصير يابس كالحجر، يعني لا يصلح لاستخدام الادمي. كذلك الشعير هو افيد من القمح كغذاء للانسان، افيد، لكن ما دام في استخدامات اخرى للقمح اكثر من الشعير، ولان المستوى الحضاري يتطلب أن نأكل قمحا وليس شعيرا، فيتحول الإنسان إلى إيش؟ الاعتماد على القمح. إيش أهمية القمح؟ واحد يعني معظم الحضارات توطنت حيث زراعة القمح، وبالتالي نشوف الحضارة المصرية القديمة أكثر من 5000 عام إلى الآن هي مقصد للسياحة. يعني إلى الآن الحضارات القديمة كالفرعونية مثلا هي مقصد للسياحة. اثنين، غذاء رئيسي للإنسان وللحيوان. يعني اليوم بنشوف احنا القمح يعني متعدد الأغراض، وبيستخدمه الإنسان والحيوان معا كغذاء. ثلاثة، يعني في نسبة كبيرة من البروتين. يعني حكيت ان البروتين هو حيواني، لا، ربنا سبحانه وتعالى طبعا وضع في القمح ايضا نسبة من البروتين. اربعة، يعني تلت الانتاج العالمي من الحبوب، وهذه اللي اهميته الكبيرة، انه يستحوذ لحاله من المحاصيل الغذائية على 30%، وهذا دليل على اهميته. اربعة او خمسة، أكبر مساحة مزروعة. طب ليش أكبر مساحة مزروعة؟ لأنه الذين يعتمدون على القمح يتزايدون عاما بعد آخر، وبالتالي لازم تفي المساحة لمتطلبات السوق. دخولي في صناعة الخبز والفطائر، يعني بنعمل منه معجنات،
وللأسف الشديد إن إحنا بنركب الحضارة الزائفة. حضارة إيش؟ الزائفة. يعني المسميات الحديثة البيتزا ومعرفش إيش التانية والتالتة، هذه هي أصول عربية، هي أصول عربية، لكن العصرنة خلتني أسميها بالأسامي الحديثة. ماشي؟ بطلنا نقول لحم عجين، صرنا نقول ايش؟ معجنات او بيتزا او الى اخره. فهذه العصرنة الزائفة خلتني اعزف عن المسميات العربية، فدخولي بالخبز والمعجنات. طبعا ليش؟ دخولي في عدة صناعات مصدر هام للثروة الحيوانية زي ما قلنا، تسخير بعض الدول المصدرة لسياسات الابتزاز، لسياسة الابتزاز. يعني بنلاقي اليوم الدول المصدرة للقمح الرئيسة في العالم كالولايات المتحدة ومن دار في فلكها يستخدم القمح كعصا غليظة للدول النامية من خلال ما يسمى بالابتزاز السياسي. احتلال مصر عام 1881 كان ابتزاز من فرنسا. 1881 ابتزاز من بريطانيا ولا فرنسا؟ بريطانيا. بريطانيا 1881 طبعا عقد مؤتمر لدراسة الحالة المصرية، وخرج المندوب البريطاني قال انه للضرورة القصوى، يعني احنا ممكن ندخل في مصر للضرورة القصوى، وبالفعل بدأ ضرب الإسكندرية وتم احتلال مصر، واللي اندلعت على أثر ثورة أحمد عرابي. أيضا أستاذ أيضا من أهمية القمح تحول كثير من سكان العالم من الاعتماد على الذرة والشعير كغذاء لهم إلى الاعتماد على القمح كغذاء رئيسي لارتفاع مستوى المعيشة. كلما ارتفعت مستويات المعيشة كلما تحول سكان العالم من الاعتماد على مصادر أخرى للخبز إلى القمح، إلى القمح. الظروف الطبيعية اللازمة لزراعة القمح. احنا هاي ثالث مرة ندرس العوامل الطبيعية. اول مرة في فصل الثاني على اساس انه هذه عوامل طبيعية للجغرافيا الاقتصادية ككل. ثم لما درسنا الزراعة قلنا العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة. الان ندرس العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في كل انتاج غلة، على اساس ان كل إنتاج غلة لها ظروفها الطبيعية والبشرية الخاصة، وهان ندخل معلومة هو تسخير المعلومة حسب التخصص. تسخير المعلومة حسب التخصص، زي ما قلت لكم الدكتور محمد زهرة رحمة الله عليه المشرف عليه بالماجستير، كنت أجيب له كم هائل من المعلومات من الاقتصاد ومن التجارة ومن الزراعة، يقول لي جغرف المادة العلمية، أنت كجغرافي جغرف المادة. فالعوامل الطبيعية الآن سنسقطها فقط على القمح. الحرارة، يحتاج القمح إلى 15 درجة مئوية في المتوسط، في المتوسط، يعني يجب ألا تقل كثيرا عن هذا المعدل، لأنه حتجمد العصارة في النبات فيهلك، أو ترتفع عن هذا الحد كثيرا، عندها تتبخر الرطوبة في النباتات اللي في القمح. فلا انخفاض الحرارة كثيرا يفيد، ولا ارتفاع الحرارة كثيرا يفيد، وكلاهما إنما أنسب درجات الحرارة يجب أن تكون المعتدلة. قال لهذا تصلح زراعة القمح في المناطق المعتدلة. طبعا القمح بده ما يقارب فترة خلو من الصقيع 100 يوم، وال 100 يوم تقريبا 3 أشهر وثلث، 3 أشهر وثلث. طيب المطر أيضا يحتاج إلى ما يقارب من 600 إلى 250 مليمتر، أو من 250 إلى 600 مليمتر مطر. إن زاد عن هذا الحد قد يؤدي إلى إيش؟ ميوعة التربة، ميوعة التربة،
وإن قل عن هذا الحد أيضا ندخل في مرحلة الجفاف والتبخر، وبالتالي تتراوح الكمية بين هذا الحدين تصلح لزراعة القمح ويبقى الإنتاج ماله في إطار المعقول أو الجيد جدا. أما وقت الجف النضج فيجب أن يكون فيش مطر. ليش؟ حتى نسمح للنبتة أو للبذور أن تنضج. عشان هيك عدنا هنشوف أوقات زراعة القمح. التربة يحتاج إلى تربة مختلطة خفيفة، ليست رملية تماما أو طينية صلبة تماما، إنما هي خليط بين الرمل والطين، بحيث إنه القمح بيعطي التربة التهوية، بيعطي التربة إيش؟ تهوية في زراعته. أما التربة المنحدرة طبعا لا تصلح زراعة القمح بسبب انجرافها، لأن أي سقوط كميات أمطار زائدة ستعمل على انجراف التربة. عشان هيك يصلح القمح في زراعة التربة الفيضية وتربة اللويس والتربة المختلطة. أما التربة الرملية فلا يصلح فيها. ليش؟ لأن مساميتها عالية ونفاذيتها للمياه كبيرة، وبالتالي لا تحتفظ بالرطوبة اللازمة لنمو القمح. الظروف البشرية رأس المال. طبعا بدنا نشتري الحبوب، بدنا حراثة للأرض، بدنا، فلا يمكن إنجاح أي مشروع بدون رأس مال، بدون رأس مال. المكنة الزراعية طبعا من خلال إما البذر أو الحصاد والتعليم، وهذا اللي بنشوفه إحنا في كل الدول المتقدمة. حتى عندنا في فلسطين اليوم بدأنا نستخدم المكنة الزراعية في حصاد القمح. طبعا مين شاف الميكنة وهي بتحصد؟ طيب ما هي عيوب استخدام الميكنة الزراعية؟ الزراعية يعني لا تحافظ على النبات، تشرف وجلب تطلع من جذوره. هاي الأستاذ خالد قال لك لا لا. الأستاذ تطلع غبرة كثيرة من بتأثر الأوراق. أولا أنا لما أحصد يدوي بخلع النفتة من جذورها، هذا أفضل، وبعدين أتركه للتجفيف التام، ثم عمليات الحصاد التقليدية عندنا كويس أفضل يعني. لكن اليوم الضرورات العصرنا بخلينا استخدم الميكنة، لكن فيها عيوب. شو العيوب؟ لا هي بتحل بتسبب مشكلة، لكن في اقتصادية، عيوب اقتصادية. عيوب على النبات كثير. لا 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 لا، ان هذه المكنة لما تحصد اقل من 30 سنتي او 20 سنتي لا تترك من المنتوج، يعني هي ما بتقدرش تحصد من الصفر، لان التربة ليست مستوية، انما هي ايش يعني، فيها ارتفاع فيها انخفاض طفيف، فهو بيرفع السكينة اللي بتقص تقريبا 20 سنتي، يترك المحصول في الأرض. عشان هيك تيجي رعاة الأغنام بيرعوا على مخلفات الماكينات التي تحصد القمح. هاي العيب انه هي تترك جزء من المنتوج او المحصول يبقى في الأرض، يعني التبن اللي هو ايش، عنصر من عناصر القمح اللازم لغذاء الحيوان. فهمتوا؟ هذه طبعا لا يمكن مشاهدتها الا بالدراسة الميدانية او المشاهدة، ان لما تشوف الميكنة تحصد تترك جزء كبير من القصب تبع القمح، طبعا هذه خسارة اقتصادية. الخبرة طبعا لا يحتاج الى خبرة كثيرة القمح، بدليل انه منذ القدم، منذ المصريين القدماء، يعني لا دخلوا كليات زراعة ولا كليات هندسة ولا لا، وكانوا يزرعوا الحبوب. طبعا كان يحرث الأرض ثم يبذر البذور، ثم بعد ذلك كيف يتم طمر الحبوب؟ لا، كيف السؤال؟ المصريين القدماء
بيحرث الأرض بهيئها للقمح ثم يتم بذر البذور. فبقول كيف يتم طمر الحبوب؟ يترك الحيوانات فيها فتقوم بتفتيت قدم الصخر وبغرس الحبوب بالحوافر الحيوانية إلى الأرض. فهمتوا؟ يعني بعد ما يحرثوا ويبذروا البذور يقوموا بنشر الحيوانات تبعتهم لتدهيس التربة. وإذا كان أي بذرة طبعا تقوم الحوافر الحيوانية بغرسها في الأرض. المناطق الرئيسة في إنتاج القمح في العالم، مدام قلنا القمح غلة معتدلة، فأهم مناطق زراعة القمح هي المناطق العروض المعتدلة. العروض المعتدلة 75% من زراعة القمح في نصف الكرة الشمالية. لماذا؟ اولا يحتوي على مساحه كبيره من اليابس، وبالتالي العروض المعتدله في ايش؟ اكبر من الجنوبي، اكبر من الجنوبي، عشان هيك 75% من زراعه القمح يستحوذ فيها النصف الشمالي. ايضا يتمتع بالمناخ المعتدل والمعتدل البارد. هذه هي خريطه مناطق انتاج القمح الرئيسيه في العالم. واضحه؟ بنلاقي اللون الاخضر مطلوبة. يعني انتوا الخرائط الاقتصادية مش كتير عندنا خرائط زي العالم القديم مثلا او زي العالم الاسلامي او الوطن العربي، لكن توزيع المحاصيل الزراعية فيه. وعلى فكرة اللون الاخضر له فوائد كثيرة. واحد بيعمل على فلتر شرايين الايش؟ العيون. يعني مرة وجدوا عجوز في اليابان بينظر على أرنبيطة كده صغيرة وبيطلع، فالمنظر أدهش اللي الشخص اللي شافه، فبيسأله ليش؟ قال له بقى مع الفلترة للعيون اللي للشرايين تحت العين. ف شوف المناطق وين في مناطق معتدلة في العالم تزرع. شايفين في استراليا جنوب شرق وجنوب غرب استراليا، طبعا جنوب شرق ضمن دوائر العرض المعتدلة اللي هي من 30 ل 40، من 30 ل 40. كذلك جنوب شرق افريقيا وفي المنطقة المعتدلة في امريكا الجنوبية، المغرب العربي، مصر في وادي النيل والدلتا، الهند، الصين، العالم الاسلامي في اسيا، تركيا، أوروبا الجنوبية والوسطى، أمريكا. هذه المناطق المعتدلة التي تزرع قمحا. بس قمح طبعا لا، لكن طبعا هذه المناطق واحد واثنين وثلاثة هي اللي هي توضح الخريطة. مستوى القارات، تتصدر آسيا إنتاج القمح في العالم، لأنه أولا كبر مساحة القارة، كبر المنطقة المعتدلة فيها، كثرة السكان الذين يعتمدون على ايش؟ كغذاء. تليها اوروبا 18%، ثم امريكا الشمالية 14%، امريكا الجنوبية 4%، استراليا 3.5%، اخيرا افريقيا 3%. ايضا افريقيا هي من افقر القارات في الزراعة، وعندنا هنشوف ليش. انواع القمح، عنده نوعين قمح، قمح شتوي وقمح ربيع. شو الفرق بينهما؟ واحد يزرع في الربيع واحد يستخدم للأكل. واحد يزرع، بس تقعد يا رولا، تقعد يا رولا. واحد يزرع فصل الشتاء واحد يزرع في الربيع. طب القمح الآن الفلاح عندنا في فلسطين يستعد ليوم مشمس حتى يقوم ببدر القمح. إذن القمح الذي يزرع أنه قمحا شتويا، قمحا شتويا طبعا يبدأ زراعته في أكتوبر، في أكتوبر لأنه هو الفصل الأوسط في الخريف. أكتوبر تيجي في أمطار أو نوفمبر، أكيد إن شاء الله زي إحنا الآن في نوفمبر 2011 أمطاره بركة بأمر الله تعالى. إذن في أكتوبر أو نوفمبر
يبدأ زراعة القمح في فلسطين وفي المناطق المعتدلة المتوسطية ويستمر في الأرض نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وإبريل. مايو يحلم بالرقاد اللي هو مين؟ القمح. بيبدأ يصفر حتى بيطلقوا عليه الفلاحين اسم الذهب الأصفر لأنه يبدأ يصفر. طبعا في مايو ويونيو يبدأ عمليات الحصاد. أما في الدول الباردة جدا العروض الباردة فيزرع في فصل إيش؟ الربيع. يزرع الربيع طبعا بعد انتهاء فصل الشتاء. بعد انتهاء فصل الشتاء شو بيجي؟ فصل الربيع ولا لا؟ يزرع في بداية الربيع. شوف عندنا بنزرع في بداية الخريف، هناك في العروض الباردة يزرع في بداية الربيع. طبعا في بداية الربيع تبدأ درجات الحرارة بارتفاع، وبالتالي تتخلص المناطق الباردة من انخفاض درجات الحرارة والتجمد، وبالتالي يستمر الربيع والصيف والصيف وفي أواخر الصيف يحصد. الفرق بينهما أنه قمحنا من النوع الصلب ولا اللين؟ قمح الشتوي اللين. ها؟ أه؟ ها؟ أه؟ أكيد لين؟ لأنه نسبة الجيلاتين فيه 3%. بأنه أسرع نمو من القمح الشتوي. إن القمح الربيعي أسرع نموا من القمح الشتوي، ليش؟ لا مش حكاية الجيلاتين، حرارة. الحرارة. احنا ينمو في الشتاء، يعني انا بزرع بالخريف ويبقى طوال فصل الشتاء. ومن خصائص الحرارة في الشتاء ان هي دافئة ومعتدلة، بينما هناك في فصل الصيف اللي فيها ترتفع درجات فدائما النبات يسرع في النمو، يسرع في النمو. انتاج القمح في العالم، طبعا العالم كله ينتج ما يقارب 660 مليون طن من القمح. 660 مليون طن من القمح. وهل يفي للعالم؟ طبعا لا. يعني أسعار القمح عالميا من 70 دولار للطن اليوم ما يقارب 500 دولار للطن. ليش؟ لأنه زيادة الطلب عليه. وامبارح دكتور بقول لي معلومة في منتهى الخطورة. استهلاك الصين 5% زيادة هتؤثر على مستوى الغذاء العالم. شايفين؟ الأزمة الغذائية زي ما قلنا لكم سابقا في العالم سببها ارتفاع معدلات الدخول في الهند والصين. هدول التكتل البشري الهائل اللي بيبدأ يتحول من ياكل من طاقة إلى اثنين ومتنتين إلى ثلاثة، فهذا بيزيد الاستهلاك على السلع اللي تؤدي الى ارتفاع في الاسعار. زي ما قلنا اسيا الانتاج هي الاولى القاره، تتاخر افريقيا في الانتاج العالمي 13 مليون طن للاسباب الاتيه: تخلف. لا تزال افريقيا متخلفه حتى على مستوى الانتاج الاقتصادي. اثنين، نقص إنتاجية التربة. التربة عند أفريقيا أيضا تنقص كثير من مقومات الإنتاج. الآفات المنتشرة في الزراعة، الآفات المنتشرة في الزراعة، قلة استخدام الأساليب العلمية. زي إيش الأساليب العلمية؟ الأساليب التكنولوجية، تهجين أصناف جديدة بالإضافة إلى ما تقولون أنتم، تهجين أصناف جديدة تتحمل إما الجفاف أو قلة خصوبة التربة. عشان هيك اليوم في تنافس في العالم، من ينتج قمحا يتحمل ظروف أقسى، من ينتج قمحا يتحمل ظروف أقسى تتلائم ظروف البيئة المحلية. طبعا عندي جدول كبير هنا للاسترشاد طبعا في الدول المنتجة
الرئيسية في إنتاج القمح عام 2010 لا مكان لسرده بالتفصيل. إن الجدول يتضح كالتالي: واحد، أن الصين أهم دولة منتجة للقمح. شوف الصين الآن، الصين يعني تدخل في ذاكرة كل فرد في البشرية لما تحققه من نمو سريع في التنمية على مستوى الزراعي وعلى مستوى الصناعي وعلى مستوى التكنولوجي وعلى كافة المستويات. فبنلاقي الصين أولى دول عالم في إنتاج وأولى دول عالم في الاستهلاك. الاستهلاك أوكي بسبب زيادة عدد السكان، أيضا الاهتمام في السبعينات ولا في السبعينيات، في السبعينيات كانت الصين تعاني من مجاعة هي والهند الدول الجائعة. لكن اليوم بالتطور السريع اللي حصل في الصين وفي الهند، اليوم الدول منتجة وعلى مستوى العالم تحقق إنجازات كبيرة في الإنتاج الاقتصادي. الصين أولى دول العالم في إنتاج 110 مليون طن، الهند 75 مليون طن، الولايات المتحدة 65 مليون طن. طب إيش الفرق بين ال 65 مليون طن في الإنتاج للولايات المتحدة وال 110 إنتاج للصين؟ أيهما بيساهم أكثر في التجارة العالمية؟ ال 65 مليون طن. ليش؟ لأنه غالبية الشعب الأمريكي لا يستهلك قمحا. طب إحنا تو قلنا لا مش ضرر، تو قلنا أن ارتفاع مستويات المعيشة بيؤدي إلى أنه اعتماد القمح. وهل هناك شعوب مستويات المعيشة أرفع من الولايات المتحدة الأمريكية؟ طب لماذا لا تعتمد على القمح كغذاء رئيسي؟ شوف، ال 110 مليون طن يستهلك محليا في الصين ولا تصدر منه شيء، بينما غالبية الإنتاج في الولايات المتحدة يصدر خارجيا. طب مستوى المعيشة عندها مرتفع، على ماذا تعتمد؟ في بدائل غير القمح اللي هي الأرز في الصين، في الولايات المتحدة اللحوم، المكرونة، المكرونة من وين بتيجي؟ المكرونة من وين بتيجي؟ من القمح. لا من الذرة. ما بقول لك انا الاساس ذرة. طب انت من الذرة؟ لا يعني بس يعني لما نقول الاعتماد على الذرة غير عن الاعتماد على المكرونة ولا لا؟ الذرة على طول غذاء حيواني، اني اخذ من الذرة واصنع مكرونة بيختلف. فهم الوجبات السريعة بيعتمدوا عليها من خلال المكرونة تبعتهم فبيعزفوا عن اكل القمح وبالتالي يصدر. عشان هيك أمريكا تستخدم العصل الغليظة لابتزاز سياسي في العالم، أنه هي بتأثر أولا على الدول المصدرة، الكل بده يجري في فلك أمريكا وهي طبعا اللي بتصدر القمح. روسيا 45 مليون طن، أيضا روسيا لا تؤثر في الاستهلاك العالمي لأنه في التجارة العالمية لأنه يستهلك محليا. فرنسا 39 مليون طن، كندا 25 مليون طن، أوكرانيا 17 مليون طن، بريطانيا 15 مليون طن، كازاخستان 10 مليون طن، إيران 14 مليون طن، الأرجنتين 14 مليون طن، إيطاليا، بولندا كل منهم 8، أخيرا مصر 6.5 مليون طن. يعني هذا أهم الدول المنتجة للقمح. طبعا في مصر في صراع حول زراعة القمح، لا مش أمريكا اللي ضغط عليها، ما فيش. احنا بنفهم دايما السياسة مش بالمقلوب، لا من وجهة نظرنا احنا السياسة دايما نفهمها وجهة نظرنا. هل أمريكا بتفرض علينا أو على العالم العربي أو على أي نظام انه يعادي شعبه؟ من المؤكد لا، انما في اعتبارات محليه لاخر. في مصر في اعتبارات زراعيه اخرى، يعني لو زرعوا 25 الف فدان فراوله، 25 الف فدان فراوله بيجيبوا نقص احتياجات مصر. مصر تحتاج الى 12 مليون طن سنويا،
تنتج 6.5 يتبقى 5.5. فزراعة 25,000 فدان فراولة يساوي استيراد مصر للقمح. فالقضية في المساحات المزروعة، القضية في المساحات المزروعة. تقول لك أنا نتما أزرع 1,000,000 فدان زيادة قمح عشان أخذ 5.5 مليون طين، لا بزرع 25,000. فموازنة بين الربح والخسارة في الزراعة. بالإضافة إلى أن مصر تعاني من المساحة المزروعة، في هناك تآكل باستمرار في المساحات المزروعة، إما للزحف العمراني أو لتجريف الأراضي أو لتصحر الأراضي. شيء حاد، أنت عجبتك المعلومة فقلت لا. مصر تحتاج إلى 12 مليون طن قمح في السنة السهلة. طيب هل نزرع، 2 مليون فدان او 3 مليون فدان عشان اخذ 12 مليون وما اعتمدش على سياسة الاستيراد ايا كان مصدرها؟ المشكلة مش في الاستيراد، المشكلة في ارتفاع الاسعار. قلت لكم من 70 دولار للطن الى 500 دولار، معنى هذا انه حيكلف الدولة نفقات زيادة في الميزانية. فالسياسة الزراعية في مصر بتقول لك انا مدام بنتج محليا 6.5 مليون طن، يبقى علي 5.5 مليون طن، بدي ازرع لهم 1,000,000 فدان على اساس ان الفدان يجيب لي 5.5 طن. اذا انا زرعت 25,000 فدان يعني كام؟ 10% من المساحة اللي بدي ازرعها، بجيب الانفاق تاع القمح اللي بدي اشتريه من برا. فايهما افضل؟ ازرع 25,000 فدان يعني 10% من المساحة اللي هتجيب لي قمح اللي انا بدي اشتريه من برا، ولا ازرع 1,000,000 فدان؟ ما انا اخذ المساحات المتبقية عن الفراولة بمحاصيل اخرى، وخاصة ان انا بس مش قمح عايز، انا عايز كتير من السلة الغذائية اللي بيحتاجها الانسان. فالسياسة الزراعية مش انه امريكا زي ما احنا بفاهمين، لا، القضية بدها تفسير علمي. التفسير العلمي ان انا ازرع 10% بمصار 10% اجيب احتياجاتي، افضل ما ازرع انا 1,000,000 فدان، لا بزرع بغلات اخرى. فهمتوا؟ هذه هي السياسة المصرية المتبعة. واعتقد طبعا هم يعني يمكن من اكثر الشعوب تعاني طفرة في الناس اللي بتفهم. يعني الجامعة المصرية من سنة 1908 أسست أول جامعة مصرية، اليوم أكثر إلها من 105 سنة، تخرج أجيال، تخرج أجيال. الجامعة العبرية 1922 أنشأت، وفي 48 أقاموا دولة الاغتصاب في فلسطين. إذن خلال 24 سنة خرجوا أجيال، فما بالك إذا كان 100 سنة قاعدين بنخرج؟ فهمتوا؟ فالقضية بدها سياسة زراعية. تجارة القمح العالمية لم يدخل من القمح في العالم سوى إيش؟ 20% من الإنتاج العالمي من القمح هو اللي بيدخل، هاي 20% هو اللي بيدخل، و 80% يستهلك محليا، يستهلك. فما بالكم اليوم 20% هو اللي بيسبب أزمة غذاء في العالم. 20% هو ليش بيسبب أزمة غذاء في العالم. عشان هيك بنلاقي هناك شركات عالمية تحتكر تجارة القمح. يعني من أسباب ارتفاع سعر الحديد والصلب في العالم إن الصين تعاقدت مع الدول الرئيسة المنتجة في العالم في الحديد، وقالت لهم هاتوا لي كل الحديد اللي لكم، هاتوا، وانا اللي بدي اجيب السفن تاخذوا. وما يفيض عن السلاك الصيني وين راح؟ للسوق المحلي، للسوق العالمي. فشح الحديد عالميا، النتيجة ايش؟ ارتفاع الاسعار، ارتفاع الخيالي والجنوني. طبعا الامريكتين والاقيانوسية، شو الاقيانوسية؟ مين هذه الاقيانوسية؟ استراليا والجزر المحيطة بها. التنتين هدول يعني بيصدروا 70% من التجارة العالمية من القمح، شايفين؟
قلت لكم انا يعني في كتاب للامام الغزالي اللي في مصر حديثا بيناقش قضيه بنجلاديش واستراليا، بنجلاديش واستراليا في كتابه هموم داعيه. يعني استراليا كانت سجن لبريطانيا، كل واحد في بريطانيا بدهاش اياه تحطه في استراليا ويروح يموت هناك. وبنجلاديش اكثر من 130 مليون نسمه. فبقول استطاع السجناء انهم يساهموا باكثر من 20% في التجاره العالميه. واحنا في بنجلاديش مش قادرين نساهم ولا باي رقم في التجاره العالميه. شوف باللسان العامل واللسان غير العامل. طيب الدول المستهلكه في العالم هاي من خلال الجدول طبعا. اهم الدول استهلاكا للقمح الصين والهند. شوف هي من اهم الدول المنتجه والمستهلكة. ومن اهم الدول المستهلكه، اعداد كثيره في السكان، اعداد كثيره، التنتين اكثر من 2 مليار وثلث نسمه في العالم. شو بدهم؟ اكل. بدهم اكل. ومنيح اللي مش كل الهند اللي بتاكل، في ناس بتصوم كان ما لقيناش قمح. على مستوى القارات آسيا طبعا الواردات، آسيا تتصدر الواردات. أوروبا أيضا 19% لأنه مش كل الدول الأوروبية إيش تنتج قمحا فبدها تستورد. الدول دائما هنلاقي الصلاح الجديد الآن في الكتب مجموعة الدول المستقلة اللي هي الاتحاد السوفيتي سابقا. يعني هنلاقي بعض الكتب الحديثة كتبت للصلاح مجموعة الدول المستقلة اللي هي المقصود فيها ايش؟ الاتحاد السوفيتي سابقا 15%، افريقيا 15%، امريكا 11% الوسطى. طيب اما اهم الدول المستوردة للقمح، اهم الدول ايطاليا. المستوردة، المستوردة. طيب بس هل الصين تنتج 110 رز و110 قمح وغلات أخرى، لكن كإيطاليا معظم إنتاجها معظم احتياجاتها من القمح من برا، معظم احتياجاتها من القمح تأتي من برا؟ مزبوط. لكن أساس إيطاليا أنه لا تنتج قمحان، وبالتالي كل استهلاكها من القمح تأتي من إيه؟ من سوردة. هاي المقصود هنا، استوردت 7.5 مليون طن من تجارة القمح العالمية. تليها البرازيل 6.5 مليون طن، والهند 6 مليون طن، ثم مصر المركز الخامس تستورد 5.8 مليون طن، واليابان وأسبانيا وكوريا وهولندا ودول. أخيرا سيظل القمح يمثل أهم السلع الغذائية إيش في العالم. سيظل القمح. هل في سلع أخرى يمكن أن تحل محل القمح؟ بعد ما فيش. سيظل القمح لفترة طويلة هو أهم سلعة غذائية يعتمد عليها الإنسان. الأرز بعد القمح في الأهمية. طب ليش بعد القمح في الأهمية؟ لأنه في دول تستخدم. استهلاك القمح عالمياً أسهل من استهلاك الأرز، وخاصة إذا علمنا أن الأرز له موطن أصلي في الإنتاج والاستهلاك. فالدول المنتجة للقمح أكثر بكثير من الدول المنتجة للأرز، أكثر بكثير من الدول المنتجة للأرز، وإن كانت الشعوب المستهلكة للأرز أكثر بسبب المنطقة زي ما قلنا سابقا، لكن يبقى حتى في التجارة العالمية عندنا هنشوف أن ما يدخل من الأرز في التجارة العالمية فقط 5%، ومعظم الدول المنتجة للأرز هي المستهلكة له، هي المستهلكة له. طيب وجد الأرز قبل 3000 سنة قبل الميلاد، يعني له كم سنة تقريبا؟ 5000 سنة. احنا اليوم 2000 بعد الميلاد، 5000 سنة وجد الأرز في منطقة في جنوب شرق آسيا، ثم نقله المسلمون في المناطق الفتح الإسلامي إلى بقاع الأرض.
أنواع كثيرة من الأرز تقدر بخمسة آلاف صنف. شايفين الأرز؟ 5000 نوع. القمح عنده نوعين، بينما الأرز 5000 نوع. ويمكن إحنا في المنازل بنستهلك أكثر من نوع للأرز نظرا للتطور المعرفي عندنا. في أرز السهول وأرز المرتفعات، ماشي؟ الظروف الطبيعية اللازمة للأرز. واحد، الحرارة، يحتاج إلى حرارة مرتفعة. لا يمكن يزرع في المناطق المعتدلة إلا إذا كملوا إلا في الصيف، إلا في الصيف. وما دام بده مية زي ما أنتوا حكيتوا وفتحتوا معلومة جديدة، إذا لا يزرع الأرز في المناطق المعتدلة قلنا إلا صيفا، ثم إلا في أحواض الأنهار، إلا في الأنهار. عشان هيك بنلاقي إيطاليا اللي من أهم الدول المستوردة للقمح منتجة للأرز. ليش؟ لأنه يزرع عندها صيفا في سهل لومبارديا. وفي مصر يزرع على ضفاف نهر النيل، فهمتوا؟ أو في شمال الدلتا. يحتاج إلى حرارة 21 درجة مئوية في المتوسط. أيضا مش لازم ترتفع كثيرا أو تنخفض، لأنه الارتفاع زي ما شفنا ايش هيعمل بالقمح، نفس الكلام. وعلى فكرة نبتة القمح تساوي نبتة الأرز، لكن ما الفرق بينهما؟ يعني انتم ممكن تشوفوا القمح تظنوه ايش؟ أرزا، وتشوفوا الأرز تظنوه قمحا، لكن ما الفرق بينهما؟ هي يعني جابت معلومة قريبة من الصواب، أن القمح يبدر بدرا، يبدر بدر، بينما الأرز يزرع بالشتل. شوف ايش الفرق بينهم؟ لا يمكن بدر الأرز. احنا بنشوف اليوم في المزارع البصل اللي في المشاتل هذا، البذر يزرع وبعدين يشتل، يزرع نفس الكلام في الأرز. عشان هيك الأرز يحتاج في زراعته إلى أيدي عاملة وفيرة وغير مدرب. لهذا نجد أن الدول مكتظة السكان كالهند والصين وتايلاند هي الدول التي تسيطر على زراعة الأرز، أو في شمال مصر لأنه قريبة من مناطق الأيدي العاملة الوفيرة. فهمتوا؟ أنه هو يزرع يدويا الأرز، بينما القمح يا إسلام شو يزرع؟ كيف يزرع القمح؟ بدرا. طب ايش المعنى الثاني لبدرا؟ بدرا يعني الصبح فجرا، من بدري يعني. الماء طبعا يحتاج الأرز إلى كميات كبيرة تصل إلى 80 بوصة. والبوصة قديش يا إسلام؟ البوصة قديش تساوي؟ كم سنتيمتر؟ البوصة تساوي كم سنتي؟ 2.5. ها؟ أيوة هيك، كل بوصة تساوي 2.5 سنتي، كل بوصة تساوي 2.5 سنتي. مين معها مسطرة؟ خدناها، افتكرته؟ طيب ماشي. التربة يحتاج الأرز إلى تربة صلبة مسميتها قليلة جدا. ليش؟ لأنه من بداية الزراعة لا قبل النضج يجب أن يغمر بالمياه. من بداية الزراعة لغاية النضج يجب أن يغمر بالمياه. عشان هيك المصريين في شمال الدلتا بيستخدموا مزارع الأرز مزارع إنتاج سمكية، بيستخدموا مزارع زراعة الأرز لأنه بيقعد 4 شهور تحت المية. حتى في الطبخ عندنا من أكثر المأكولات حاجة للمياه الأرز، يعني حتى في الطبخ هو من أكثر المأكولات حاجة للمياه. الأيدي العاملة
يحتاج إلى أيدي عاملة إيش؟ وفيرة جدا. لهذا الدول المنتجة هي الدول إيش؟ الزارعة له التي فيها إيش؟ إنتاج الأرز في العالم. إنتاج الأرز في العالم. حوالي 600 مليون طن ينتج العالم رز، وهم الدول المنتجة له هاي في الخريطة، أما باقي القارات فتكاد لا تذكر في زراعة الأرز. إذن الموطن الأصلي آسيا، أهم إنتاج له في آسيا، هاي أهم الدول المنتجة، اللون الأخضر هي أهم الدول المنتجة له. ماذا نقرأ من الخريطة؟ أن المناطق الحارة في جنوب وشرق آسيا هي أهم الدول المنتجة للأرز، والتي تطل طبعا على البحار. طب ليش بتطل على البحار؟ يحتاج إلى إيش؟ وجوة ما فيش؟ لأنه المناخ كلما بعدنا عن البحر ماله تطرف بصير قار المناخ. شايفين أمريكا الشمالية 2% من إنتاج الأرز. طيب أمريكا فيش فيها جو حار؟ فيها، خليج المكسيك كله حار، خليج المكسيك كله حار، لكن ليش بتنتجوش أرز كآسيا على سبيل المثال؟ أولا فيش عندهم أيدي عاملة. اثنين، الأرز ليست من الثقافة في أمريكا الغذائية، ليست من الثقافة الغذائية في أمريكا، وبالتالي ناس في لهم بدائل في الإنتاج ومناطق متوفرة زي جنوب شرق آسيا في الأيدي العاملة. طب ليش يزرع أرز في مناطق بدهم أيدي عاملة؟ وعلى فكرة لا يصلح أيضا الميكنة قلنا في زراعة المشاتل الأرض، لأنه بده يدوي، بده يدوي. عشان هيك بنلاقي إنتاج قارة أمريكا الشمالية منه قليل. أوروبا ما فيش، هي بس إيطاليا وأسبانيا. أستراليا أيضا إنتاجها قليل جدا. ليش؟ نفس الكلام عن أمريكا الشمالية، لأنه بدها أيدي عاملة. إذا نقرأ من السابق أن مناطق إنتاج الأرز وزراعة الأرز هي مناطق الكثيفة جدا بالسكان. إفريقيا ضعيفة جدا في زراعة الإيش؟ بسبب التخلف، بسبب التخلف. إلى متى ستظل إفريقيا بهذا التخلف؟ طبعا المقصود في إفريقيا هو إيش؟ جنوب الصحراء الكبرى، جنوب الصحراء الكبرى، لأنه دول شمال الصحراء الكبرى هي دول إيش؟ متطورة إذا ما قيست بباقي دول إفريقيا باستثناء دولة جنوب إفريقيا اللي مسيطر عليها إيش؟ البيض. ماشي؟ هاي الإنتاج العالمي 620 مليون طن، 620 مليون طن. زيادة طبعا استخدام أساليب علمية متطورة، زيادة المساحة المزروعة إلى 150 مليون هكتار. منافسة الأرز للقمح كغذاء أساس، طبعا لا يمكن الاستغناء عن كليهما، وكليهما متلازمان في المائدة. يعني بنلاقي القمح موجود والأرز موجود على المائدة. طب إيش اللي مش موجود؟ آسيا 91% في الإنتاج طبعا، لأنه زي ما قلنا هي الموطن الأصلي له. تتصدر الدول المنتجة الصين، زي ما تصدرت في القمح تتصدر في الأرز، 40% من إنتاج العالمي. ثم الهند 17%، أندونيسيا 8%، تايلاند 5%، بورما اليابان 3%، كل منهم لا يدخل في التجارة العالمية الأرز سوى 5%. ودائما احنا بنجيب سؤال، ماذا تفسر
دخول الأرز 5% في التجارة العالمية بسبب استهلاكه محليا، استهلاكه محليا. لكن لاحظوا أيضا، هنشوف الآن الصين من الدول الرئيسة المنتجة له والدول الرئيسة المصدرة له. مين بيفسر لي هذه الظاهرة؟ الصين من الدول الرئيسة المنتجة والدول الرئيسة المستهلكة والدول الرئيسة المصدرة للأرز. الإنتاج فائض عن الحاجة. لا في مصحات معينة للاستهلاك ومصحات معينة للتصدير. إجانا سؤال، ماذا تفسر؟ الصين على ثلاثة بتستحوذ، أولى دول في إنتاج، أولى دول في استهلاك، أولى دول في تصدير الأرز، أو من الدول المصدرة للأرز. كيف تيجي؟ أكيد هي منتجة ومصدرة وبالتالي هي بتستهلك منه. إنتاج الأرز لا يفي لإحتياجات الصين. إنتاج الأرز لا يفي لإحتياجات الصين. ورغم ذلك تصدر أرز وتستورد أرز آخر. إيش يعني؟ تصدر رز جيد للدول الأوروبية وأمريكا وتستورد الرز الأقل جودة. اليوم بتصدر 10 طن أرز جيد وبتستورد 100 طن أرز إيش؟ أقل جودة. فهمتوا إيش المعادلة؟ يعني ناس تحسبها أيضا في الربح والخسارة اقتصادي. اليوم القطن المصري لأنه طويل التيلة وجيد يصدر للخارج، وتستورد مصر لمصانعها قطن أقل جودة من السودان ومن الهند. فهمتوا؟ إذا الصين ليش بتصدر وتستورد؟ إنه بتصدر الجيد وتستورد الأقل جودة. فهمتوا؟ بفكر طبعا. لا يعني اقصد انه يعني ممكن هم يستهلكوا رز اقل جودة، ماشي، وبعدين هي بتصدر الارز الجيد للشعوب اللي عندها دخول مرتفعة. فهمتوا؟ وناخد محصول السكر ولا بعدين بيكفي؟ ها طيب. الله يديكم العافية. شهر 12